المشي على أصابع القدم هي حالة شائعة كثير عند الأطفال، بنشوفها كأخصائيين علاج طبيعي. مرحبا، أنا تمارا، أخصائية علاج طبيعي للأطفال. رح أشارككم بهذا الفيديو بعض المعلومات على طريقة المشي على الأصابع الموجودة عند الأطفال، وبعدين رح أفرجيكم بعض التمارين العلاجية اللي ممكن نعملها مع الأطفال. لما يبدأ الأطفال يتعلموا المشي ما بين عمر 12 شهر و 18 شهر، بنلاحظ أنه الأطفال بيبدأوا يمشوا بوضع قدمهم كاملة على الأرض بدون ما يحطوا كعبهم بالأول. بعدين لما يتحسن نمو جسمهم وتتحسن مهاراتهم الحركية، فإحنا بنتوقع من الأطفال ما بين عمر سنتين لثلاث سنوات أنهم يمشوا باستخدام أسلوب نمط الكعب، اللي هو يعني بحطوا الكعب بالأول بعدين أصابع القدم. بعض الأطفال بيبدأوا يمشوا على أصابع قدمهم من أول ما يبدأوا يتعلموا المشي. هذا ممكن يكون طبيعي، بس إذا الطفل استمر بالمشي على أصابع قدمه أكثر من 6 شهور، فأنا بنصح إنه يتم تقييم الطفل من قبل أخصائي علاج طبيعي للأطفال. رح أشارككم هلا بعض الأسباب اللي ممكن تخلي الأطفال يمشوا على أصابع قدمهم. واحد من هاي الأسباب هي أمراض الجهاز العصبي مثل الشلل الدماغي، أو مشاكل بالجهاز العضلي الهيكلي مثل قصر وتر عضلة بطة الرجل، أو هو بنقدر نحكي له وتر العرقوب، أو اضطرابات النمو والتطور مثل اضطراب طيف التوحد، أو ممكن تكون أسباب غير معروفة. تمام، إحنا ليش نهتم بالمشي على أصابع القدم؟ كلنا ممكن نتفق إن المشي على أصابع القدم هي طريقة مشي غير صحيحة بيكتسبها الطفل، وغالباً ما تكون مصحوبة بمضاعفات جسدية مثل حدوث قصور بالعضلات أو هي muscle tightness، وحدوث كمان ضعف بالعضلات اللي هي muscle weakness، وغالبا ما الطفل بتكرر وقعاته خاصة بالمراحل الأولى بالمشي. وإذا كان المشي على أصابع القدم بسبب حالة طبية معروفة، فغالبا كمان ما بتكون مصحوبة بتأخر تطوري. طبعا من الضروري إنه يتم تقييم الطفل تقييم شامل من قبل فريق المختصين، من أهم هذا الفريق اللي هو طبيب أطفال أعصاب وأم أخصائي علاج طبيعي للأطفال. يعتبر العلاج الطبيعي والعلاج بالأجهزة المساندة هم من أهم وأول أساليب العلاج اللي تقدم للأطفال اللي بيمشوا على أصابع قدمهم. اختيار الأساليب المستخدمة بالعلاج الطبيعي تعتمد اعتماد كبير على سبب المشي على أصابع القدم، والعلاج الطبيعي أهم أهدافه هو علاج أو منع حدوث المضاعفات اللي بتسببها المشي على أصابع القدم، مثل حدوث قصور بالعضلات اللي هي muscle tightness، أو ضعف بالعضلات هي muscle weakness، أو ممكن تسبب كمان اختلال بالتوازن. في العلاج الطبيعي يساعد بتحسين التوازن للأطفال، أو ممكن تسبب أوجاع بالعضلات عند الطفل. رح أعرض لكم هلا بعض التمارين المفيدة ممكن تنعمل مع الأطفال اللي بيمشوا على أصابع قدمهم. حددت هاي التمارين بأربع فئات، هي تمارين الاستطالة، تمارين تقوية العضلات، تمارين التوازن، وتمارين التخطيط الحركي اللي هي motor planning. يلا نبدأ. Thank you.
أخذت الحركة اللي هي موتور بلانينج تعتبر هي المهارة إحنا بنستخدمها بجسمنا عشان نتعلم أي مهارة جديدة، مثل ما تعلمنا المشي، مثل ما تعلمنا السواقة. عشان هيك إذا أنا بدي الطفل يتعلم الطريقة الصحيحة للمشي، فأنا لازم أعلمه الطريقة الصحيحة للمشي أبكر وقت ممكن وبأكبر عدد تكرار ممكن. والطفل إذا استمر على المشي على أصابع القدم لفترة كثير طويلة، بصير هيك من الصعب أكتر وأكتر أنا أكسر له هاي العادة اللي هو تعود عليها. عشان هيك لازم نعلم الطفل يمشي بالطريقة الصحيحة، وتعتبر هاي من أهم التمارين العلاجية إحنا بنستخدمها بالعلاج الطبيعي. إذا استمر الطفل على المشي على أصابع القدم بعد مدة كافية من العلاج الطبيعي وبعد استخدام المساند بشكل كافي، فممكن نفكر بتدخلات تانية مثل العمليات الجراحية لتطوير الأوتار. إذا كان طفلك بمشي على أصابع القدم، فأنا بنصح باستشارة أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال ليتم تقييم طفلك وبعدين استخدام العلاج المناسب. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، شاركوا بالقناة حتى يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة التانية. شكرا على متابعتكم، بشوفكم بالفيديو التاني، مع السلامة.